اليوم الثالث في رمضان، الله يدخلوا علينا وعليكم بالصحه والعافيه وطول العمر يا رب امين. اليوم غنقدم لكم الكفته ديال السرديل مع الخضره، كتجي زوينه، وغنديروا العصير ديال الزعزع. فايت لي قدمته ولكن ما كانش باينه بزاف، ما كانش واضحه الصوره، واخا سمي ديال الزعزع كضحك شويه. المهم هادشي هادي هي سميتو. غادي نبداو بالمقادير ديال الكفته ديال السرديل. انا دايره طب كنديروا، انا دايره هنايا كيلو ديال السرديل منقياهم مغسول، المهم منقياهم حيد لي داك الشوك ديالو كيلو. نتوما اللي بغيتو بيتو نص كيلو ديرو نص كيلو. انا درت هنا كيلو، شويه ديال الرز مسلوق، بطاطا محكوكه، واحد كورجيطه محكوكه، خيزو وكذلك محكوك، واحد فلفله حلوه مقطع، كديروا فلفله خضراء، كديروا فلفله حمراء وخضراء اللي يعجبكم. فلفله حمراء كتجي زوينه في الديكور ديالها. بالنسبه للتوابل كاين التحميراس، كاين الجبير، الكمون، البزار، شويه ديال الملحه، والقزبر معدنوس. انا كنديرهم شويه ديال الزيت، كيبقى هنا كيحافظ عليهم، كيبقى واحد المده. ها هما انا مقطعه مزيان، دايره عليه شويه ديال الزيت العود، شويه ديال الزيت السير، ومخليه في هذه القرعه هذه، وقت ما بغيتو كنهز منه شويه. ولا بغيتو ندير لكم الطريقه كيفاش صاوبتو، نديرو لكم تشوفوا كيفاش الطريقه. واحد المساله اخرى بالنسبه هذا الكروفيت، هادو الكروفيت، القشور ديال الكروفيت، منين تقريبا دابا تقشر الكروفيت ما تلوحوش القشور ديالو، ولا يبقى دوك القشوره كنشدهم انا كينيبسهم في الفران، تيبسو مزيان ونحركهم مزيان ونطحنهم. من بعد ملي كنطحنهم كنستعملهم في اي، المهم كديرهم في الحوت كامل. بالنسبه للتوابل اللي كيتباعوا في، كتلقاو التوابل كيتباعوا بواحد الثمن اللي هو شويه غالي، اللهم الانسان حاجه بحال هكا شي حاجه سهله. كروفيت كتبقاو دوك القشور ديال كتشدوهم كتيبسوهم في الفران شويه، وتبقاو تقلبوهم، من بعد كطحنوهم كتخليهم عندهم تحتفظوا بهم في شي بلاصه، وتزيدوا عليهم التوابل اللي بغيتوا. الا بغيتوا الطريقه نديرها لكم في شي فيديو ان شاء الله، ونبداو على بركه الله. اول حاجه غادي ندير، غادي نطحن هاد السرديل هذا ورجع معكم. هاني دابا ملي طحنت داك السرديل ديالي، انا نوريكم الصراحه هاد الاله والله الا كتنفع. كنت كنطحنو بديك الاله اليدويه بيديا، والله الا صراحه فلوس حلال. انا اول مره كنجرب فيها هاد السرديل هذا. غادي نديرو دابا ماشي غير السرديل، تبارك الله، الربيع، البصله، الخضره كامله ما شاء الله، زعما اي حاجه كديريها فيها. انا عندي شحال من حاجه، شحال من اله كاينه عندي، ولكن ما كطحنش بطريقه باش كطحن هذه الاله هذه. الا بغيتو نوريها لكم من بعد، نوريها لكم في شي فيديو، نوريها لكم اللي بغيتو على خاطركم. غنديرو اش غنديرو، درنا داك السرديل هنايا، غادي نزيدو عليه داك الكورجيت. والله الا كتجي هذه الكفته زعما ماشي كنشكر فيها حيت انا صوبتها، كتجي بنينه، وان شاء الله غتجربوها غادي تشوفوا كي غتجيكم. غادي وقت ما جبتو السرديل غتصوبوه. غنزيدو عليه هذاك الخيزو اللي قلنا، والخضره بالنسبه للدراري اللي ما كياكلش خضره راه غياكلها في الكفته هذه. ما تعرفي كاع ما تعرفوا كاع اش كاين فيها بالضبط، ما يعرفوش، المهم تعطيها لهم ولا تياكلوها. غنزيدو ديك نزيدو ديك البطاطا اللي قلنا، الرز، وكتجي كثيره ملي كتزيدي عليها هادو هاد المقادير اللي قلنا كتجي تبارك الله. هادي فلفله حلوه كتجي في المنظر ملي كتكوريها بحال هكا، كتبان لك ديك الفلفله حلوه، وهاد الخضره هادي كتعطي واحد المنظر زوين.
نزيدو ديك الكروفيت اللي قلنا شويه منه. اللي بغى يديرو يديرو، اللي ما بغاش يديرو ما يديروش، يكتفي بهاد التوابل اللي قلنا. هذا اختياري ماشي. نزيدو دوك التوابل اللي قلنا كاملين. معلقة تقريبا ونص ديال، وغنخلطو. كديرو حتى شويه ديال الثومه، غير دابا على حساب رمضان ما باش نديرها انايا، ولكن نتوما اللي بديروها ديروا الثومه تن ما يكونش تقدروا ديروها على حساب رمضان بلاش. ما كل واحد واش كيبغي اللي بغى. ما نحركو مزيان هاد غنخلطو هادوك العناصر كامل اللي قلنا ديال الكفته، وغنخليها حتى شويه لما تشرب هادوك التوابل عاد باش نبدا ان شاء الله نقليها. القليه العادي تبارك الله، العيالات كاملين كيعرفوا يقليو الحوت ما شاء الله. بغيت نشارك معكم هاد الكفتات وصافي، ماشي كل واحد تبارك الله والذوق ديالو كل واحد هو. بغينا نشاركوا معكم هاد الاطباق اللي كنديروا، وهاد ما تبارك الله كل واحد اللي كيعرف يطيب وكل واحد اللي كيعرف غير. انا بغيت نقول لكم نشارك معكم هاد الكفته هادي، لانها تبارك الله من كدير هذيك الخضره كتخرج لك تقريبا الدوبل ديال الكميه. ها انتم كتشوفوا، ونخليها حتى شويه بما تشرب شويه التوابل عاد باش نقليها ان شاء الله، ونرجع معكم باش نوريكم المقادير ديال العصير ديال الزعزع. بالنسبه لعصير الزعزع كنحتاجوا فيه 4 ديال الدهن تقريبا، الا كانوا كبار بنانات كبار غديروا 4، كانوا صغار 5 ديال البنانات، 5 ديال البنانات صغار. نحتاجوا فيه شويه ديال التمر، نحتاجوا فيه اكاجو واللوز، جوج ديال لافوكات كبار، هاد بيمو ديال السيكار، شويه ديال القرقاع، الشوكولات اي نوع ديال الشوكولات ماشي ضروري هاد النوع هذا، جوج ديال بوعويدات، وشويه ديال الزبيب، اللوز اللي ذكرناه هذا للتزيين، والحليب تقريبا اطرو على حسب كيفاش بيتو يكون ثقيل ولا خفيف. الا بيتو يكون خفيف غتنقصوا الحليب، بيتو يكون يا ربي خفيف غادي تكثروا الحليب، بيتو يكون ثقيل غتنقصوا من الحليب، غتنقصوا من داك اطرو. وغنديروا تقريبا معلقه ديال السكر حتى لجوج معالق ديال السكر، كل واحد كيفاش كيبغى يكون. ونبداو على بركه الله. غنديروا داك البنان، غنزيدوا دوك لافوكا، غنزيدو البعويد، هذا تيدير كيعطي الطاقة عرفتي بالنسبة لواحد صايم نهار كامل، راه مزيان الصراحة. غنزيدو الحليب، غنزيدو هادوك جوج معالق اللي قلنا ديال السنيدة، غادي نطحنو. غنزيدو التمر، غنزيدو اللوز والاكاجو، شويه ديال اللوز وشويه ديال الاكاجو، شويه ديال القرقاع، شويه ديال الزبيب،
وغنطحن. هنكبو داك العصير ديالنا في الكيسان. غنزوق بدوك المكسرات اللي قلنا ديك الساعات، التمر والزبيب والاكاجو، غنزوق من الفوق اللوز تا هو مقطع. انا دي بانيت راسي، ما عنديش البوش، دي بانيت بهذا. درت شويه ديال لاكريم شونتيي من الجناب، نديرو هداك السكر من هنا. نستمروا بحال هكا تنكملوا وندخلوهم الثلاجه يبردوا. احنا ملي كملنا داك الزعزع ديالنا غادي نديرو دابا يبرد في الثلاجه، نمشي نقلي داك الحوت ديالي واني معكم. الزيت ديالي الثومه، نلوح فيها الثومه، نلوح فيها الحامض زوينه باش ما كتخليش ديك الريحه ديال الحوت في الدار. وغنقلي هاد الكفتات ديالي ها هما، نقليهم دابا ونرجع معكم نوريكم الطابله ديال الفطور كامله ان شاء الله. وبصحه فطوركم. انا دابا غنديرهم يتقلاو. الطبله ديال الفطور ديالنا، وها هما دوك الكفته ديال الحوت اللي قلنا لكم، ها هي كي كتجي
وبصحة فطوركم وإلى فيديو جديد إن شاء الله بإذن الله. السلام عليكم.